أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. فاز اعتصم بحبلكم وأمنا ونجا من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا. عظيم. ما للهموم ما للهموم تراكمت بفؤادي، أضعون من أهوى أحداها الحادي، وديارهم ظلت غواسق بعدما كانت شوارق من سناها الوادي، فكأنها أبيات آل المصطفى لما خلت من أهلها الأمجاد. أعني به
زين العباد ومن دعي دون الورى يا بالسيد السجادي هو حجة الله ارتضاه لخلقي وأبو الأئمة علة الإجادي لم يكفهم ما جرعوه بكربلا من فادح قد فت للأكباد حتى سقته السم آل أمية فقضى يا سميم الضيغن هو الأحقاد أم صايب كربلاء وأم علت وفقد خوته وتشتلبوه وغربته وقطعوا بالسم يا ويلي شابدتك شلون ابن حامي الحمى يسمون يا علي السجاد تبقى مصيبتك وكل وكيت تنصب مناحة شيعتك سيدي ولازم نشيد حاضرتك ونوصلك رغم الذي منعونه إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الراوي إنه لما دخل علي بن الحسين عليه السلام في جملة ممن حمل إلى الشام سبايا من أولاد الحسين بن علي وأهاليه على يزيد لعنه الله قال له يزيد يا علي الحمد لله الذي قتل أباك. قال علي قتل الناس أبي. قال يزيد لعنه الله الحمد لله الذي قتله فكفاني. فقال علي على من قتل أبي لعنة الله. ثم قال الراوي إن يزيد أمر بمنبر وخطيب ليصعد المنبر ويذكر للناس مساوئ الحسين وأبيه علي. فصعد الخطيب المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأكثر الوقيعة في علي والحسين عليه السلام وأطنب في تقريض معاوية ويزيد. فصاح ابن علي فصاح به علي بن الحسين ويلك أيها الخاطب اشتريت رضا المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار. ثم قال عليه السلام يا يزيد إذن لي حتى أصعد المنبر فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. فأبى يزيد فقال الناس يا أمير المؤمنين إذن له ليصعد فلعلنا نسمع منه شيئا. فقال لهم إن صعد هذا الرجل المنبر
لم ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. فقالوا وما قدر ما يحسن هذا الرجل؟ قال إنه من أهل بيت والله زق العلم زقا. ثم قال الراوي ولم يزالوا هكذا حتى أذن للإمام وصعد المنبر أجركم الله. صعد إمامنا فحمد الله وأثنى عليه ثم خطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب. فقال أيها الناس أعطينا ستا وفضنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضنا بأن منا النبي المختار محمدا، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سيدة نساء العالمين فاطمة البتول، ومنا صبط هذه الأمة وسيدا شباب أهل الجنة. فمن عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الرداء، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعلى واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فسبحان من أسرى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وصلى القبلتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحدين ويعسو بالمسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وتاج البكائين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل طه وياسين رسول رب العالمين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين، أنا ابن قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين والمجاهد أعداءه الناصبين، وأفخر من مشى من قريش أجمعين، وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين، وأقدم السابقين وقاصم المعتدين ومبير المشركين، وسهم من مرام الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، وناصر دين الله وولي أمر الله، وبستان حكمة الله وعيبة علم الله، سمح سخي بهلول زكي أبطحي رضي مرضي،
مقدام همام، صابر صوام، مهذب قوام، شجاع قمقام، قاطع الأصلاب، مفرق الأحزاب، أربطهم جنانا وأطبقهم عنانا، وأجربهم لسانا، وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة، أسد باسل غيث هاطل يطحنهم في الحروب، إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحايا، يذروهم ذروى الريح الهشيم، ليث الحجاياز وصاحب الإعجاياز، وكيش العراق الإمام بالنص والاستحقاق، مكي مدني أبطحي تهامي، حنفي عقبي بدري أحدي، شجري مهاجري، من العرب سيدها ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين وأبو الصبطين الحسن والحسين، مظهر العجائب مفرق الكتائب، والشهاب الثاقب والنور العاقب، أسد الله الغالب مطلوب كل طالب، غالب كل غالب، ذاك جدي علي بن أبي طالب، أنا ابن فاطمة الزهراء، يا 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 أنا ابن سيدة النساء، قال الراوي ولم يزل إمامنا يقول أنا حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب، هاجركم الله خشي يزيدا تكون فتنة، فأمر المؤذن فقطع الكلام على الإمام، فسكت إمامنا، فلما قال المؤذن الله أكبر قال علي بن الحسين كبرت كبيرا لا يقاس ولا يدرك بالحواس، لا شيء أكبر من الله. ثم قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فقال علي بن الحسين شهدت بها جوارحي ودمي ولحمي وعظمي وبشري ومخي، فلما قال أشهد أن محمدا رسول الله، يا آية التفت إمامنا من على المنبر إلى يزيد، قال يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت ولؤم، وإن زعمت أنه جدي فلما قتلت عترتي وسبيت نساءه وعياله؟ يقول أرباب السير والتاريخ لما حملوا سبايا الحسين من كربلاء إلى الكوفة وإلى الشام، كان إمامنا زين العابدين مريضا عليلا لا يقوى على النهوم، يقول اجوا إلى الإمام زين العابدين صعدوا على الناقة الهزيلة على البعير الظالم، لكن إمامنا مريضا لا يقوى على الثبات، سقط إمامنا من على ظهر الناق. ساعد الله قلبك سيدي يا زين العابدين، كلما صعدوا الإمام سقط ثانية وثالث، جو إلى بن سعد قال له يا ابن سعد هذا علي بن الحسين مريض عليل، كل ما صعدنا على الناقة سقط من على ظهره، وش البصيرة ماذا نصنع؟ قال شدوا يديه ورجليه، شو نسوي يا عمر بن سعد؟ قال شدوا يديه ورجليه من تحت بطن الناقة
الناقة بالحبال والسلاسل، ثبتوا على الناقة وشدوا بالحبال. صعدوا إمامنا شدوا بالحبال والسلاسل على ظهر الناقة، مش ضعن الحسين وكان زجر يرعى ناقة الإمام زين العابدين. شو سوي زجر؟ يقول تارة يضرب إمامنا وأخرى يضرب الناقة والإمام عليها. لا تضربوني الناقة وأنا عليها مقيا، مثلك ما شفنا حادي يمشي ولا يتهيا. كل ما طلبت الخفة منكم ثقل زدتوني، وانا عليلي وصابر ويش لكم تقايدوني. قيد يحز بساقي وقيد يحز بمتوني، قيد ثقيل وجامعة، قيد ما لي قوة. وما بنات المصطفى حولي سبايا، فرجة وطماشة للخلق بين المطايا. الناس تباوع عليهم يقولون ذولا منين جابوهم سبايا، من الحبش والروم ما عليهم رجاجيل. يا ناس من وين هذول السبايا؟ نساء أطفال ما معهم رجال على النياق الهزل. يقول فتارة إمامنا ينظر إلى عمته زينب وهي مكبلة مقيدة على ظهر الناقة، ومرة زينب تنظر إلى الإمام وهي باكية. يقلها عما يا زينب سفرنا فوق هالهزال طويل، بعدنا يا عمة تونا بدينا بالسبيل، بعدك عمة زينب ما شفت شيء. عمة يا زينب سفرنا فوق هالهزال طويل، وانا من كثرة جروحي هذا دم ساقيسي، ان حل عظامي ركوبي عالجمل وانا علي. الرجس كل ساعة يضربني ويزجر ناقته، صاحت وظلت يا ويلي فوق ناقته تجود، يا زجر بلد خفف عن علي من هالقيود. آية فرسان نسوني آية عز ما يعود. يقول أقبل زجر إلى الإمام شو سوي؟ قال له يا ابن الحسين أي موضع يؤلمك؟ يا مكان يوجعك يا علي ابن الحسين؟ الإمام صور أن هذا جاي عالجه، قال تحت الجامعة في عنقي ويدي ورجلي، وإذا بزجر استخرج صوته أخذ يضرب إمامنا على موضع ألمه. أقعد أسيرا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير، وجدي رسول الله
في كل محفل وشيخي أمير المؤمنين وزيره. يسمعون هاي الأبيات يقولها الإمام: فيا ليت أمي لم تلدني ولم أكن يزيد يراني في البلاد أسير. أجركم الله أيها المؤمنون، عظم الله أجورنا وأجوركم. قال الراوي: كتم الحجاج وكان واليا على الحجاز إلى عبد الملك: إذا أردت أن تثبت ملكك فاقتل علي بن الحسين عليه السلام. فكتب إليه عبد الملك: أما باع فجنبني دماء بني هاشم واحقنها، فإني رأيت آل أبي سفيان لما أولغوا بها لم يلبثوا إلى أن أزال الله الملك. فلما هلك عبد الملك وجلس ابنه الوليد على سرير الخلافة، جعل يختال في طريقة للتخلص من إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، فأرسل سما قاتلا إلى والي المدينة وأمره أن يدسه إلى الإمام. فكان في مثل هذه الأيام قد دس السم إلى إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. وكان إمامنا في مثل هذه الليلة مغشيا علي ويفيق ساعة بعد ساعة. في تلك الليلة، في مثل هذه الليلة، أغشي على إمامنا ثلاث مرات. فلما فاق من غشيته الأخيرة تلا هذه الآية: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ثم دعا ولده الباقر عليه السلام وأوصى إليه بوصايا. فأول ما أوصاه كما قال الباقر: ضمني أبي إلى صدره الشريف وقال: يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي الحسين. شلون وصاك سيدي أبوك الحسين؟ بأي حال حينما حضرته الوفاة؟ قال: إن أباه أوصاه به، قال: يا بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. وقال: يا بني إذا مت فلا يلي غسلي غيرك، فإن الإمام لا يلي غسله إلا إمام مثلك. وقال الراوي: ثم أخرج صفطا وصندوقا وأمر أبا جعفر الباقر بحمله إليه. ولما طلب منه بعض أخوته الميراث مما فيه قال عليه السلام: لم يكن فيه ما ترثونه، إن فيه سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيفه ودرعاية. أجركم الله، بينما هو كذلك قال ولدي محمد: ائتني بماء لكي أتوضأ. يقول إمامنا الباقر: جئت إلى أبي بالماء توضأ، ثم انشغل بقراءة القرآن والدعاء. بينما هو كذلك أغشي عليه قليلا ثم أفاق. هاجركم الله، أخذ يسبح الله ويهلله، ثم استقبل القبلة، مدد يديه ورجله وتشهد الشهادتين.
وعرق جبينه وسكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة. رحم الله من لا دواء عليه، رحم الله من لا دواء إمامه، رحم الله من لا دواء مظلومه. والله طول الليل ما فتر وينينه عقب ما صيد لبو جعفر بعينه. يا بو يا مودعين الله قلبين بكى وحنى وحنين فراق لسني. يا ويلي من قضى السجاد يوم حني الباقر وهاجت علوم. قام إمامنا الباقر بوضع أبيه على دكة المغتسل، بينما هو كذلك لما جرده من ثياب، وإذا بالباقر تنحى إلى جانب المغتسل يبكي بكاء الأم على ولدها. قال له لي ابن رسول الله مما بكاؤه؟ قال أبكي لبارا بالأثر الجامعة في عنق أبي ويدي ولصد ونظر لنس نسلام أثر برقبته وأثر غل. أيام السحب نطعخ ولا شتف ولا حد قال خل. أما إمامنا بتغسيله وتكفيني خرج أهل المدينة كلهم يلطمون على روس. إجوا صلوا على الإمام شيعوا جنازة إمامنا علي. صاحت الواد مفرد صيحة. قاموا وغسلوا وحطب ضريحة بس جثت الصبط ظل الطريح. سيدي يا زين العابدين هالليلة مثل باكر يقومون بدفنك سيدي، لكن نريد نشتك شلون دفنت أبوك الحسين. دفنوا جسدك كامل صحيح أكو آثار الجامعة. يقول بنو أسد لما أقبل إمامنا إلى دفن والده التفت إلينا حتى تعرف عظم المصيبة، قال يا بني أسد ائتوني بحصيرة. سيدي حصيرة ما تصنع بها؟ قال حتى أجمع عليها أوصال الحسين المقطع. لم جميع أوصال أبوه اللي انكسر واللي انهشم حتى قطعت قلبه اللي استخرجوها بالسيف. شاله ونزل بقبره والدمع منه يهمي. بعد اسمع، يقول بالقبر انحنى الإمام على جسد أبي الحسين يقول لأبا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة. أكو فد موقف ظل بذهن الإمام يقول لأبو يا أنا اللي صار بي ما جرب ناس بويا أنا شفتك عثر بالخيل بويا شفتك عثر بالخيل تنداس تالي الوكيت نزلتك بلار.
إلهنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه. الآية الشريفة لشفاء المرضى، لقضاء الحوائج، لتسهيل الأمور، وأسألكم الدعاء جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، سيما المنظورين بحق مريض كربلاء صاحب الذكرى زين العابدين. اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين بباب الحوائج موسى بن جعفر. إلهنا لا تخرجنا من مجلسنا هذا إلا بقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا وغفران ذنوبنا وقبول أعمالنا. عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يدي. إلهنا لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. إلى أماتنا وأماتكم السامعين المؤسسين، أما شيعة أمير المؤمنين من ليس لهم ذاكر رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.